أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل مع الكافر الذي يعمل معه؟ وهل تعتبر هذه موالاة؟ لا، هذا من التعامل الدنيوي، هذا من التعامل. بل يجوز أنك تجيب دعوة الكافر، الكافر إذا دعاك لوليمة تجيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي وأكل من طعام اليهود. فمسألة أكل الطعام المباح ما في بأس، ما في بأس، بل تجيب دعوتهم أيضا وتدعوهم أيضا ليأكلوا من طعامك. هذا من التعامل الدنيوي، وربما يكون سببا في هدايتهم. نعم.